سنين عم تغلى قلبي يا عهد الولدن يا حلو يا حبيبي المبيعك بدي. مع نهاية 2016 واللي حملت معها الكثير من السعادة والحزن بنفس الوقت، ومع هالبردات اللي سيطروا على آخر شهر من هالسنة، كيفك أنت؟ مرحبا. أهلا بونجور، شو هالسمايل، فيري نايس. أهلا، كيفك أنت مع نهاية هاي السنة؟ الحمد لله رب العالمين، نحمده لله، كويسة الحمد لله. يعني مختصر السنة كيف كانت معك؟ تمام الحمد لله، هي الله أخذنا حلب منيحة، ماشي حالها. استعجل استعجل. عم تهدو لليمامي وبرقني الحنين، حبك وأيامي وحكايات سنين. تهدو ليمامي وغرقني الحنين، حبك وأيامي وحكايات سنين. يا ورد يا نسر يا تلج عصني، يا أول الجني يا خير السنين. سنة عن سنة ما كتير مرتاح، مرض سنة 2016 كيف كانت بالنسبة لإلك؟ تمام كويس الحمد لله، كتير كتير كويس ممتازة. والله صعبة، صعبة على الناس كلها يعني، ما بس علينا، بس الحمد لله يعني إن شاء الله في أريحية، ونتأمل إن شاء الله الخير كويس يعني. طبعا بجهود جيشنا وجهود هلا دولتنا، وإن شاء الله بنتفائل بالخير الأفضل. على الواحد كل سنة عن سنة بده يتفائل بالخير، ماشي الحق. يعني إلى حد ما مقبولة كانت، إن شاء الله بتنختم بخير وأمان على البلد هذا كله إن شاء الله. على بابي بليلة العيد، مرهوك لأصحابي وحدك البعيد. شمسية المواعيد وهدية العيد، سألني شو بني غولها السنة. سنة عن سنة، سنة عن سنة. الحمد لله ماشي الحال، إيه الحمد لله. ومع هالبرد ولا كتير برد؟ بتجنن بس برد. كتير كويس الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله بيجينا أيام لسه أحسن من 2017. أنا كتير مبسوطة. أمان جديدة عم ترسم مع آخر شهر من هالسنة، على أمل تكون سنة 2017 أفضل من 2016 وتحمل معها كل الخير لكل السوريين. يا حبيبي المبيعك بالدنيا.